سلام البنات، اليوم بغيت ندير واحد ديسير خفيف ظريف قبل ما نمشي للطريم، قبل ما نمشي للسبور. ياك انا لابسه واجده قريب نمشي، لكن قبل غندير هاد الديسير وغادي ناكل حيت فيا الجوع بدل ما نمشي ناكل الخبز ولا ناكل شي حاجه ونتلاقاو من بعد. الوغ كيخصنا، انا غندير جوج بنانات ولا كانوا صغار ممكن ديروا ثلاثة. ياك هنايا عندي بينات باتر فاميلي، المهم البينات باتر هي زبدة الفول السوداني اي نوع اي شكل، واللي بغى يدير زبدة الفستق يديرها، ياك واللي بغى يدير املو يديرو حتى هو زوين، كلهم مزيانين. غير هذا كيخصو يذوب شويه في الميكرووند ولا الفران، انا ما عنديش ميكرووند ما كنستعملوش، دونك غادي ندير فران سخون. هذا خلاص راه ديال الفران، غادي ندير فيه واحد جوج معالقات هكذاك باش غادي نسقي البنان ونتسناه باش يذوب فران سخون بلا ما نشعل عليه، غادي يذوب بوحديتو. وهنايا شويه المكسرات، كله وذوقو، كله شنو عنده. انا عندي اللوز فيلي واخا راني حرقتو قبيلات كيفما شفتو وعندي لاكاجو، ممكن ديروا اللوز تحكوه، ممكن القرقع مفرتت اللي بغيتو ولا اللي موجود عندكم في الدار. المهم هي خفيفه ظريفه كتشونجي بها تبدلو بها. يلا خلي البنات دابا خلاص غتوصلو قبل، انا وصلتو قبل. قشر دابا يا اما نقسمو هكذا يا اما دواور اللي بغيتو. انا بعد المرات كنديرو لولادي يبدو بيه شي شويه. دي طايبه شويه من هاد الجهه، وجربتو حتى باملو حتى هو جا زوين، جا فيها يعني اللي بغى اللوغو مبدل كيجي زوين. انا نديرو يسخن شي شويه ونرجع لكم. يلا دايبة دابت نقطروها كيف ما بغينا. غنخلي هادو كوبي، غادي نشوفو هذا ربي فرتو، اللي بغى يخليه صاين يخليه صاين، كل لوغو ديالو كلو شنو كيعجبو. ما كنعجبو غير باش نزيدو ونتشبلاش تشوه على حسب اللوغو. نديكوري عاوتاني باش ما بغيت نشوفو. وهادي ندير فيها هاد الفخويسات اللي بغى يزيدهم. هذه هي الوصفة، بالصحة والراحة.